عفاف، رح ننتقل لتاني فقرات صباحنا لليوم. واسابيع وايام قليله بتفصلنا عن شهر الخير والبركه، شهر رمضان. ان شاء الله ينعاد على الجميع بكل الخير والصحه. واكيد خلال هي الايام بيتم تحضيرات كثيره من قبل المؤسسات والجمعيات والفرق التطوعيه الموجوده على ارض الواقع، اللي عم تقدم كل الدعم المادي والمعنوي. قد ايه بحاجه نحن اليوم عفاف لفعل الخير خلال شهر رمضان؟ صحيح هادي، واكيد اليوم رح نحكي عن فريق مجد التطوعي، فريق مجد 2020 التطوعي. وهذا الفريق أكيد كلنا سمعنا فيه من لما أطلق أول حملة، وهي زراعة مليون شجرة. ودائما لما بدنا نتذكر هذا الموضوع بدنا نتذكر فريق مجد 2020 التطوعي. اليوم رح نحكي أكثر بخصوص هذا الموضوع وشو هي مبادراتهم على أرض الواقع بالفترة اللي جاية. بصرنا اليوم نرحب بمديرة ومؤسسة الفريق الإعلامية غالية الطباع والصيدلانية دانا برازي من متطوعي الفريق. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا وسهلا فيكم غالية. خلينا نبلش مع حضرتك اول شيء، يعني دائما بنضوي على انجازاتكم على نشاطاتكم بفريق مجد 2020. خلينا نوضح للمشاهدين ونحكي عن حملات التشجير يلي ما توقفت. اول شيء طبعا بدي اتشكر قناة الإخبارية يلي دائما بتدور على اي فكرة جميلة او اي عمل خير ممكن يفيد المواطن السوري وبيدوروا عليه، ودائما بتحاولوا تضووا عليه. عن جد كثير نقطة حلوة بقناتكم، وهي حلوة لأول ما بلشت. نحن انت بتعرفي انه نحن دائما عم نشجر. هلا موسم زراعة، سكرنا اخر الحملات تبع الحراج ووزارة الزراعة مع بعض ب 750 غرسة، وخلصنا موسم الزراعة لأنه بدمشق. فهلا باقي المحافظات في حملات تشجير، بس هذا بالنسبة لدمشق. فبما أنه رمضان قرب فقلنا لحالنا بنزرع بالأرض وبالإنسان مثل العادة. لما بيوقف موسم الزراعة بنزرع بالناس خير، حب، أي شيء بنقدر نساعد الناس فيه. وهون بلشت دانا عنا بالفريق وفريق التنظيم، يعني كلاتهم إنه يحطوا أفكار غالية شو بدنا نعمل لرمضان. بس يقول شغلة، بدي أتشكر في صديقة لي شاعرة من مدريد سورية كانت عم تتصل فيني إنه غالي أنا بثق بفريقكم، شو بدكم تعملوا برمضان وهيك. فقلت لها إنه السلة الغذائية هلا عم نشوف حوالي 400,000 ليرة تقريبا بتكلف، إذا بدك تدعميها شي 500,000 ليرة. المهم حسيتهم اختفوا، يعني حتى عليهم بلشوا شغلات هيك. فكان هنن عندهم أفكار حلوة بالفريق التنظيم، أفكار لحتى نحن ما بنحسن هذا لرمضان نغطي تكلفة مادية عالية للنشاطات. رمضان الماضي عملنا مطابخ بكذا مكان، كان سوق جدا ناجح. هي السنة انتقلنا لأفكار أقل تكلفة مادية، مثل إنه ناس عليها ديون البقاليات بتفوت على رمضان عليها هم مشان ما تكتر الأكلات وهيك بيحرموا حالهم. فقلنا منروح نحن فرينا بفضل العالم اللي جمعت لنا تبرعات من رفقاتنا وأهالينا، أهالي الفريق المتطوعين، نروح نسدد هذا الدين. منه صاحب البقالية بيسترزق وبينبسط، ومنه صاحب الدين بنشال هم عنه. وعندنا أفكار تانية بس يا ريت لو كان نحسن نغطيها مائدة إفطار للناس اللي بس مو إنه بس محتاجة أكل أو شيء مادي، محتاجة لمة حلوة. يعني رمضان دائما بيجي بالجمعة الحلوة باللمة الحلوة، الناس اللي مقطوعة من الشجرة، اللي مثلا كبار بالعمر وولادها مسافرين، فشي كتير حلو انه نجمعهم على طاوله واحده. مثلا طفل فائد امه فائد ابوه، حلو نجمعهم على طاوله واحده ونعمل لهم فطور كتير مرتب، يعني كامل من التمر لحتى الوجبه الرئيسيه والسلطات والشوربات. بس لو بنحسن نغطيها كثير حبيت. بتعرفي شو اللي بحب بفكرتهم؟ انه عن جد نحن صحيح عندنا مشاكل اقتصاديه كشعب سوري وكذا، بس في شغلات ثانيه بتهمنا لسه اكثر من انه ناكل ونشرب وهيك، انه مثل ما قالت اللمه الحلوه، الناس نسال على بعضنا بشهر رمضان. اكيد. يعني اليوم استاذه غاليه عم نشوف هيك كثير في انسجام بيناتكم، بين مديره ومؤسسه الفريق وبين المتطوعين، وانت عم تشاركيهم حتى افكارهم. اليوم مجد 2020 عن بدايه السنه عم تدخل بعمر، وخلينا نحكي اكثر عن بيتكم الداخلي وعن المتطوعين وعن المشاريع يلي هيك شوي عم تحضروا لها او تم تنفيذها حتى. هلا نحن طبعا حلمنا كل يوم زراعه 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 زراعه، شو ما كان زراعه، لو عم نزرع على طرف باماكن ثانيه بدون ما نعلن عنها، دائما نحاول بجنينه مع رفقاتنا هيك. فريقنا انا يعني فعلا ما بعرف اذا باقي الفرق التطوعيه والجمعيات كلياتهم اكيد خير وبركه، بس نحن فعلا بنقدر كل انسان معنا لانه هن شباب
كثير ملتزمين، كثير عندهم انه من جوات قلبهم عم يحاولوا. نحن بدنا نعمل مستقبل سوريا احلى، نحن بدنا نساعد اي سوري، نحن عندنا افكار. فهن بيدهشوني بافكارهم، يعني ما فيني اقول لا، انه مثلا عم اقول لهم انه طب ما اجانا كثير تبرعات، لا بننزل على كل البقاليات بالاماكن البسيطه، نحن بنلم من كل اهلنا، بنسكر لهم ديونهم، الصيدليات اللي عندها عالم اخذه منا بندفع لهم. فيعني هن افكارهم بيفرضوا عليك انك تحترميهم، وبتمنى على اي عن جد رئيس فريق او رئيس كذا يسمع هالشباب شو عندهم افكار، يمكن احلى منا بألف مره مع رئيس الفريق عنده. تمام دانا، خلينا ننتقل لعندك، انت متطوعه اليوم بفريق مجد 2020. تمام، خلينا نحكي عن المتطوعين، عن رفقاتك الموجودين اليوم، عن العمل الجماعي، عن التفاعل يلي عم بيكون موجود اليوم لحتى يمكن تقدموا كل الدعم وكل المساعده للاشخاص اللي حواليك. تمام، انا متطوعه مان من وقت الاستجابه الطارئه للزلزال. فجاه اجاني اتصال، نحن عم نلم التبرعات للثياب اي شيء بدفي. نزلنا، انا ما شفت هيك نشاط بحياتي. خلال نحن يومين كنا لامين 3 سيارات من المشروع، سياره كامله من ضاحيه السيارة، كثير سيارات. نزلنا على مقر الفريق، طلعت لقيت كلهم عائله وحده، فكرت هن مع بعض من زمان. طلع لا، متطوعين جداد مثلي مثلهم. دغري لقيت غالية هونيك بين الأواعي، خدوا هي هون هي هون صواف. عندنا كل واحد له مهمة، وبنفس الوقت يعني بنعرف لوين نتجه. مثلا تمام مشان الثياب أولاد الصغار، صواف أي شيء أزمة صواف بيحلها، تنظيم السيارات والمواصلات كمان عند شفيق وزينب. كمان في اي شيء ابراهيم، ابراهيم كل شيء بدك تتواصلي برا الفريق، مكالمات هيك ابراهيم هو بنظمهم كلياتهم. يعني هذا انه هو رئيس الفريق الحقيقي، عرفتي؟ يعني انا صحيح مؤسس الفريق بس هو اللي عامل كل شيء. غاليه دائما معنا بالتنظيم، عم تقولي التساجم الانسجام بيناتنا. غاليه معنا على ارض الواقع دائما بالجروبات بالنشاطات، حتى لنا طلعاتنا الخاصه اعياد الميلاد، نحن عائلة وحدة. يعني حتى أنا فتت على الفريق كأنه قلت لحالي بس وقت الزلزال ما حسنت أتركه، لأنه فعليا حسسوني أنه عائلة وحدة. قلت لهم مثلا أنا ما حكمل، دغري نطوا لعندي أنه لا شو ما تكملي، أنه ليش في شيء؟ إيه لا هذا شيء كتير حلو طبعا، ما بنتخلى عن بعضنا ان شاء الله. يعني غالية دائما لما بنسمع بمدير ومؤسس فريق، ممكن الناس يتخيل انه هذا الشخص قاعد ورا مكتبه وعم يعطي الاوامر، واذا حدا حكى كلمه لا ولا ولا. يعني عم نشوف عندك اليوم شيء مختلف تماما. خلينا نحكي اكثر عن هي العيله، كيف اليوم اذا بدكم تبادروا بشيء مشروع وتطبقوه على ارض الواقع، اكيد راح يصير في ميتينج بيناتكم، ممكن تاخذي الافكار منهم وتستغلي عن افكار اساسيه عندك؟ بصراحه يا ما عندي افكار هن بيلغوا لي اياها، خلص ما بتعجبهم، ما في بيخلوني اغيرها للفكره. احيانا لا، احيانا بنتقاتل كلاتنا على الجروب، بس ممنوع حدا يزعل، يعني بنطابش بين بعضنا، بس بالنهايه نحن عندنا هدف واحد، ونحن فعلا عائله مجد. فيعني نحن لازم انه حتى لو اختلفنا بيطلع واحد شهر بيحرد، لقينا رجعنا جبناه بعد شهر ثاني، لانه تماما او لحالهم في منهم بيرجعوا، لانه كثير صعب بهذا الزمن تلاقي انك تاسسي جماعه عالم مع بعضهم كلياتهم. فانت بدك انت تنازلي شوي، هن يتنازلوا شوي، لانك ملاقيه ناس صافين، ناس نقيين، ناس صحيح. ما عندهم مصالح، عم يحاولوا فعلا كل بكل نيه خير انه يعملوا شيء حلو للبلد، فكيف بدك تفلتيهم او تتركيهم؟ دانا خلينا نحكي، كيف عم تكون التحضيرات اليوم لتجهيزاتكم لشهر رمضان المبارك؟ اكيد اليوم عندكم داتا معينه او اليه عمل انتم بتمشوا عليها اليوم لحتى تقدروا توصلوا كل هي المساعدات للاشخاص اللي فعلا بيستحقوا. تمام، نحن اول شيء بنشوف المبلغ المادي اللي حسنا نجمعه، وعلى اساسه نحن بدنا نشتغل، ما فينا نطلع عنه. اذا كان المبلغ قليل بنحاول مثلا دغري يوصل بالايد، نجيب اغراض بالايد نعطيها الناس محتاجه. اذا كان كثير كبير مثل مطابخ رمضان، لانه فيها مصاريف زياده مثل الكراتين، حلل الطبخ، هدول كلياتهم اجار وهيك، فمنحاول نحسب المصاريف بالاول. الافكار دائما موجوده، حتى وقت يجي متبرعين مثل وقت دار الايتام، نحن اجى المتبرع دغري لقى الفكره جاهزه، انه نحن بس عندنا افكار كثير، بس عندنا بنحاول نطبقها. تمام، واول ما يصح لنا نطبقها عم نطبقها. عم نجهز معلومات حتى قبل ما يكون معنا المبلغ المادي. يعني بيكون معنا انه مثلا بدنا نعمل هي الفكره، طيب نحن بنجهزها كلياتها، بنأمل التواصل. مثل هلا على رمضان بدنا نوزع اواعي،
في متبرعة رفيقتي تأمنت، فقلنا أوكي ماشي، معناتها نحن حنحكي مع المعمل نظبط معهم ثياب الأولاد، نشوف قديش الأعمار وهيك. رحنا شفنا الأطفال واتفقنا مع دار الميتم، كله بيتجهز وبننطر لوقت التنفيذ. بتجهز قبل وبتنظم قبل. غالية، سؤال لإلك اليوم، يعني من 4 سنين، من 2020 مجد 2020، شو السر وراء تسمية هذا الاسم؟ الاسم هو مجد، هو أكيد أي شجرة هي مجد، لأن كلاتنا مجد لسوريا، عمل الخير هو مجد، ومجد هي والدتي الله يرحمها، هي توفت بمرض السرطان. مجد نيازي كانت إنسانة كتير ناشطة، كتير إنسانية، كتير ربتني على حب البلد وعلى حب الناس حوالي، ولما توفت بكانسر الرئة فأكيد يعني عقلي كلاته راح على الشجر، شجر شجر، إنه رئة البلد، الهواء النظيف، الأمل، المجد فعلا. فهذا هو كان السبب ب 2020، وإن شاء الله مستمرين فيها. يعني أنت بتعرفي إنه تعملي هلأ مثلا، نحن ديك السنة الحمد لله تقريبا غطينا كل الريف، ثلاث أرباع الريف ما حقول كلاته، بس المطابخ إنك تعمل بهالوقت جرات الغاز، المواصلات، حجز المكان، كل هدول الأشياء أبدا كتير تكاليف كتيرة. فلا منفضل مثلا، مرة نزلنا على سوق الجمعة، ذكرتيني بوفاة والدتي بعد فترة ب 18/3 كان ذكرى وفاتها، فنزلنا على سوق الجمعة كلاتنا كل الفريق وكل واحد يلحق قلبه، مثلا هذا الشخص عم يشتري غراض، لا الغراض علينا اليوم، نحن عمو بدنا ندفعهم نحن ويمشوا، عرفتي؟ فيعني دائما في أفكار الواحد يعملها ليساعد الناس. أي حدا عم يسمعنا هلا طبعا بدي عايد على كل الشعب السوري بقدوم رمضان، وعلى قناة الإخبارية وعلى إذاعة المدينة، لأنه كمان هلا عيد ميلاده، وبدي أقول إنه كل واحد فينا عن جد يقعد قعدة صدق مع حاله. صحيح. ويقول أنا كنت، ما حقول أنا كنت قاسي مع فلان، أنا كنت ظالم فلان، كيف أنا بدي صلح هذا الشيء؟ كيف بدي أرجع الحب قبل المصاري بيناتنا نحن السوريين؟ كيف بدي ورجي تاتش صغيرة إنه أنا جنبك وأنا مسامحك وأنا تمرق، نحن عائلة كذا؟ إذا عملنا هيك والله كنا يعني خير أكيد. سوريا حترجع توقف على رجليها، وإن شاء الله الله يعيده علينا بأحلى الأيام، والأيام الصعبة اللي كانت اختبار لإلنا ولإيماننا بنفسنا راحت صارت ورانا، وإن شاء الله سوريا الجديدة هلا. إن شاء الله يا رب. غالية، يعني 4 سنين على فريق مجد التطوعي، خلينا نوضح من 4 سنين لهلا شو اللي تغير بالفريق؟ زدتوا كعدد؟ صار في نشاطات أو مبادرات دخلتوها جديدة اليوم على الفريق؟ هلا كان فريقنا ماشي بريتم معين، هو زراعه زراعه زراعه، من خلينا نقول كنا دائما على طرف نعمل شيء ثاني. وقت الزلزال هذا الشيء كثير قرب السوريين من بعضهم، فجاه يعني الفريق كان مثلا من 40 شخص بالشام وهيك صاروا فوق ال 80 شخص بالشام مع بعض. ورجتك انه الناس لا اكثر بهدول المشاكل اللي عم بتصير معنا، لا عم نقرب على بعضنا اكثر، وهون لسه كثرت الافكار اكثر للفريق، كبرت النشاطات والمشاريع اكثر، لانه صار العدد اكثر يلي عنده هدف واحد. فيعني 4/2024 بالنسبه لي هو ان شاء الله هي السنه خير لنا، متفائله كثير فيها ولفريقنا باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. دانا، انت اليوم هيك كصيدلانيه ضمن هذا الفريق، شو ممكن تقدمي او تخدمي هذا الفريق بمجال مهنتك كانك صيدلانيه؟ تمام. وقت نشاط الزلزال نحن كنا عم نفرز الادويه الخاصه، مدته نقيمه للجمعيات اللي بتاخذ هذا الشيء، تمام، واللي ظابط نغلفه نصنفهم حسب انواع الادويه ونبعثهم للجهات اللي مسؤوله وقتها تعاملتي انت معهم غاليه. غير هيك مثلا نحن كنا مره بنشاط برمضان، فجأة شخص فات بعينه فلفل، فكنا دغري انه انا كمان عامله دورة اسعاف اولي، فبعرف اتعامل بهيك حالات. اي شيء بدنا الادويه، فرقنا الادويه، العالم من خوف على بعضهم بعثوا لنا ادويه يمكن غلط معطيها للعالم، فهي اكيد ما بصير هدول. تمام. كمان ممكن اذا حدا تعب وقت النشاط انا بكون معهم، حتى الاكثر شيء عم يجي وصفات راشيت، انا مثلا هي مره محتاجه هي الوصفه، حدا بيتامل معه، فانا اسال الصيادله حوالي ودكتورة صيدليتي رنا الصوص، الدكتور رنا الصوص ما قصرت والله، امنت الادويه كامله وكثير. يعني انتم من 2020 خلينا نقول كمان من زمن الكورونا،
من زمان الكورونا نحن وزعنا وقتها كثير سلال ورحنا اماكن كثير حوالين كل البلد وجمعنا يعني الحمد لله ما قدر اجت الكورونا وقف لنا الزراعه بلش بقى هون العمل مع الناس انه بنزرع على الارض تمام غاليه دانا كانت عم تذكر انه كانه هي انضمت للفريق وقت الازمه الزلزال خلينا نحكي اليوم يمكن مر سنه على هي الكارثه اللي ضربت بلدنا ويمكن وقت اللي صار هذا الشيء كان في استنفار كامل اليوم من قبل كل المؤسسات والفرق التطوعيه لسه اليوم عم تلاحقوا هي الحالات يلي تضررت فعلا وعم تقدموا لنا المساعدة؟ بصراحة لا ما عم نلاحق الناس تبع قدرتوا تضغطوا اليوم كافي يعني حسينا انه صار الحكومة عندها كثير وكذا اجاهم شغلات فانه حدا تاني اخذ عنا نحن وقت الفزعة الأولى كان عندنا حملة فزعة شباب صحيح. سوريا فيعني أول تبلشنا بس لاحظنا أنه تقسمت القصص وصار في مساعدات خارجية للناس وكذا فأمننا أنه أكيد يعني في حدا أقوى منا عم يقدر يقسمهم بطريقة صح على العالم ويتابع معهم فيهم إن شاء الله. أكيد بالختام يعني لا ما بيخلص الحديث عن هاي المبادرات وإن شاء الله هيك في استضافات تانية بدنا نشكركم اليوم الإعلامية غالية الطباع والصيدلانية دانا برازي أهلا وسهلا فيكم تسمحوا لي بس آخر شيء كمان أشكر مشاتل زهرة دمشق يلي هن دائما بيساعدوا فريقنا وبيوزعوا للعالم يعني فور فري شتال كذا شغلات لما ما نكون مع وزارة الزراعة يجزي الخير هن هدول المشات اللي بيدعمونا بكل قوة اللي عندهم طبعا. بالشجر لكل الناس وحنوزع برمضان لكل الناس عند البقاليات رح يلاقوا اتصال مرحبا فريق مجد دينك اندفع على ان شاء الله ان شاء الله الله يقوينا على نغطي كتير اماكن فيها ونقول له لك عند السوبر ماركت شتلة شجر وشوية تمر وان شاء الله كل عام ونحن بدنا وكمان بدي اشكر فريق التنظيم الباقي دانيا وهبه والله ما بيقصروا بدي اشكر فريق التنظيم لولاهم نحن عن جد ما بنحسن نطبق ولا اي نشاط طبعا ما نسيت حدا لانه الكل له جهده كلياتنا ايد وحده اكيد بدنا نشكركم كثير ونوجه تحيه لكل الفريق العمل يعطيكم الف عافيه